السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج بحسب بال FM 200. أول حاجة بختار اللغة، بختار إنجليزي، واحد ثقافة فرنساوي وأسباني بيختار أي خيار تاني، إنما أنا كفاية على الإنجليزي. تمام، هبدأ أختار من هنا إيه نوع الغاز اللي أنا عايز أحسبه. هختار FM 200، أوكي تمام، وأبدأ أدخل هنا في البارامتر بتاعتي، أكتب اسم المشروع، اسم كلاينت، البيانات بتاعتي، التاريخ، الحاجات ديت. هاجي احسب هنا الحساب بتاعتي، هنا مساحة الأوضة أقول مثلا 20، ارتفاعها نقول 3 متر، كويس خلاص هو جابلي الفوليوم بتاع الأوضة. هدخل هنا ارتفاع عن سطح الأرض، ارتفاع عن سطح البحر قول 5 متر، درجة حرارة استريزية هخليها 20 للأوضة. تمام، هدخل البيانات بتاعتي، دي البيانات الافتراضية ممكن الواحد عايز يغير فيها، انا هسيبها زي ما هي. اقوله كالكوليت، حسب لي كمية الغاز اللي انا محتاجها عشان اطفي الاوضه ديت. عمرو سليم.